استاذ علي. نعم اتفضل يا استاذ علي. ازاي حضرتك عامل ايه؟ فضل ونعمه والله. عايز بس اسال حضرتك بشكل سريع كده، في القران الكريم ايه بتقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. طيب عايز تفسير اقرب تفسير لهذه الايه، وكيف يمكن ان يكون الازواج والاولاد اعداء؟ حاضر، انا اقول لحضرتك حاجه. في بعض الاحيان بيحصل في ظاهره التدين الكم اللي احنا ربنا ابتلانا بيه، التفسير مثل هذه الايات ان يخلي الازواج والاولاد ويحط معاهم باقي الوسائل اللي ربنا بيكرمنا بيها، المال وكل الكلام ده، يحوله الى شيء خطر ويخليه شيء لابد ان هو يتخذه عدو. الايه قالت من هنا، يعني هناك احتمالية ان ده يحصل. وانا بقول دايما متى يتحول الاولاد والزوجات وكمان يتحول المال ويتحول كل المتاع اللي في الدنيا ده الى اعداء لنا؟ عند عدم الادارة السليمة لهذه النعم، لان كل هذه الاشياء نعم، فماذا تتحول الى نقم؟ بسوء التعامل معها، بسوء التعامل معها، بعدم شكرها. يعني ايه عدم شكرها؟ اني في الاول خالص لازم اهيئ هذه الاشياء لكي تكون عونا لي ولهم في الحياه، يعني اربي اولادي تربيه وانشئهم تنشئه حسنه واحسن عشره زوجتي. ساعتها اذا احسنت عشره الزوجه واحسنت تربيه الاولاد مش هيكونوا ابدا 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 عدو، لكن هيكونوا عون لي وهيكونوا كمان نعمه من نعم ربنا كمان أحمد ربنا عليها وأشكره. فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية.